ازاي نغير اوتار الجيتار الاكوستيك وننظفه. اهلا بيكم في حلقة من حلقات الجيتار. النهاردة هناخد حلقة مخصوص في صيانة وتركيب اوتار الجيتار الاكوستيك اللي هو اوتاره معدنية. طبعا التطبيق اللي احنا هنعمله ده ينفع مع اي جيتار، يعني ينفع مع الالكتريك وينفع مع الكلاسيك، فاحنا هنجربه دلوقتي على الجيتار الاكوستيك، ولما نيجي نغير اوتار الجيتار الالكتريك او الكلاسيك هنعمل نفس التطبيق اللي احنا عملناه دوت. واحنا هنعمل ايه بالظبط في الجيتار بتاعنا؟ انا عندي دلوقتي الجيتار الاكوستيك بتاعي زي ما انتم شايفين كده، الاوتار اللي عليه ادمت، وكمان الاوتار بتاعته انا عايز اغير القطر بتاعها بحيث انها تبقى اخف شوية. ليه؟ الاوتار الاكوستيك ازاي تشتريها؟ في الأفضلية للعازفين، يعني كل واحد يفضل اللي هو بيفضله. كل ما كان أقطار الجيتار قليلة، أقل حاجة، كل ما كانت سهولة العزف بتاعته أكتر، ومش هيعلم في إيدك قوي وانت بتعزف، يعني مش هيقطع صوابعك زي ما بيقولوا، ده أوتاره معدنية. اللي هيحصل إنك انت بس هتفقد شوية من علو الصوت ومن عمر يمكن الأوتار شوية، وكمان إن بعض العازفين بيحبوا الصوت اللي يبقى غني قوي تقيل قوي جاي من الأوتار الأكوستيك بتاعتهم. فعلى حسب الأفضلية بتاعتك، أنا شخصيا مش عايز أحط فيه ميديوم، أنا كنت بحطه دايما ميديوم، لأن الجيتار ما بتشتريه من محل الجيتارات غالبا بيجي جاي من المصنع متركب عليه أوتار ميديوم، فأنت بتاخده بعد كده على ذوقك تركب الأوتار اللي أنت عاوزها. وساعات المسطرة بتحتاج ضبط لو الموضوع يعني محتاج إنك أنت تقلل الأكشن شوية أو تزودها شوية على حسب بذوق العازف يعني. ولكن في حالتنا احنا هنا، انا هشيل الاوتار بس وهركب الاوتار التانية مكانها، بس هنتهز فرصة ان انا هشيل الاوتار وهنضف مسطرة الجيتار. طب ليه انضف مسطرة الجيتار؟ مسطرة الجيتار زي اللي احنا شايفين كده، في نوعين من مسطرة الجيتار. في نوع بتبقى خشب غير معالج، اللي هو اللي بيبقى الخشب دوت. ليه؟ هتلاقي المسطرة جزئين، هتلاقي مسطرة خشب وراني لون معين او طعم معين، وهتلاقي الخشب القداماني هتلاقيه روز وود مثلا او خشب ورد. ولما امريكا وقفت تصدير خشب الورد دلوقتي او حركته تجاريا، بيستعملوا دلوقتي ماهوجني مثلا او بيستعملوا ابانوس، واخد بالك؟ وهتلاقي ساعات بقى الابيض اللي حوالين المسطره دوت، ده بيسموه البايندنج، وهتلاقيه حوالين الجيتار، ده بيبقى نوع من البلاستيك بيتغطى بيه الجناب عشان يخبي الحته اللي هي فصل ما بين نوعين من انواع الخشب، خشب للفينجر بورد وخشب اللي هو راشق فيه اللي هي الدساتين بتاعتي دي، وخشب للظهر بتاع المسطره، وبيحوط بالجيتار برده كشكل جمالي عشان الفصل ما بين الخشب اللي هو السبروس دوت والخشب بتاع الجناب بتاع الجيتار يعني. فاللي هيحصل ان انا هفك الاوتار بتاعت الجيتار دلوقتي وهنضف مسطره الجيتار. طب لما هنضفها ايه هي بتتوسخ ليه؟ بتتوسخ لانك انت بتعزف، العزف بتاعك دوت ايدك فيها عرق وفي تراب في الجو، فهتلاقي فيه انواع من الوساخه او انواع القاذورات هتتراكم على المسطره مع الوقت يعني، واخد بالك؟ فانت كل ما تشيل الاوتار عشان تغيرها يفضل انك انت تعمل عمليه تنظيف للجيتار بهذا الشكل. زي ما احنا قلنا المساطر نوعين، المسطره اللي هي فيها خشب مش معالج زي اللي احنا شايفينها دي كلها، وفي مساطر بتبقى خشبها معالج. انا للاسف ما عنديش جيتار هنا في البيت خشب وغير معالج، بس هتلاقي الخشب بتاع الظهر زي الخشب بتاع الوش ومدهون مط لون لامع يعني، واخد بالك؟ زي اشهر مسطره للموضوع ده المسطره بتاعت الجيتار الفندر الاستراتوكاستر، هتلاقيها من الناحيه او قدام صفرة ومن ورا صفرة، هو نفس الخشب اللي مستعمل فيه، بس بتدهن بطبقه لاكيه عشان تلمع. دي مش التنظيف بتاعها سهل جدا، انك انت بتنظفها بميه وخلاص، ما بتستعملش اي زيوت ولا اي حاجه خالص. انما الخشب الغير معالج دوت يفضل انك انت بعد ما تنظفه من التراب اللي عليه او من القاذورات اللي عليه، تيجي بعد كده تعالج الخشب نفسه بنوع من الزيوت. يبقى اول حاجه هحتاجها معايا الزيت ده بيسموه زيت ليمون. زيت ليمون هتلاقيه عند بتوع الاستورجي وبتوع المونة، هتحاول تجيب نوع نظيف يعني عشان الخشب بتاعك، وهتلاقيه طبعا في محلات الجيتارات بالازايز بالحجم دوت، يعني مش هتبقى حجمها كبير يعني، واخد بالك؟
غلبت انت خالص ومش ما عندكش محلات جيتارات وما عندكش محلات بتوع مونة وما عندكش حاجه. عارف زيت الاطفال بتاع الجونسون اللي بيتباع في الصيدليه ده؟ اهو ده ينفع، يعني زيت الاطفال ينفع. ما تستعملش زيت زيتون، ما تستعملش زيت زيتون وما تستعملش زيت اكل. ليه؟ لان بعد فتره هيتحلل ويتعفن وهيعمل لك مشاكل تاني على المسطره. طب انا لو ما عالجتش المسطره بالزيوت دي، مع الوقت هتلاقي ممكن الحجم بتاع الخشب نفسه مع الرطوبه ومع تغير درجات الحراره وكده ممكن يشقق، ممكن الفريتس تطلع، ممكن المسطره نفسها تقوص، واخد بالك؟ لان الخشب مش بيتعالج، واخد بالك؟ فممكن الرطوبه تقوصه وتاثر عليه. فانت يفضل انك انت مره مرتين في السنه تعالجه بالنوع الزيت دوت، وده هيخلي لك الجيتار كانه جديد بالظبط يعني، وبالعكس هيخلي تجربه العزف عليها تبقى جميله ومريحه. طيب يبقى اول حاجه احنا جبنا الزيت بتاع الليمون دوت. تاني حاجه هحتاجها، احتاج الجهاز اللولابي دوت. ده هتلاقيه في اي محل من محلات الجيتار، هو عباره عن يعني لولب كده عشان تقدر تفك الاوتار بسرعه، دي حاجه. وكمان السن اللي فيه ديت هتساعدني ان انا افك الاوتار بيها، هنشوف دلوقتي هنفك الاوتار بتاع الزواير دوت ازاي، دي تاني حاجه. وطبعا انا هحتاج معايا حته قماش نظيفه عشان انضف بيها الجيتار من الاتربه اللي عليه، ما تكون نظيفه طبعا عشان الاتربه ما تجرحش المسطره بتاعتي. وهحتاج كمان حته قماش احط عليها الزيت، لان انا مش هحط الزيت على المسطره ولا حاجه، ده انا هحطه على صباعي على حته القماش دي وهبتدي اتحرك بيه على الجيتار علشان اطبق الزيت اللي احنا شايفينه ده. طبعا انا حطيت الجيتار زي ما انتم شايفين كده على سطح ما يجرحوش من تحت، يعني ده السطح اللي تحت ده جلد، وممكن انت تحط مسند كمان من هنا علشان المسند تقيس رقبه الجيتار، ممكن تحط مخده لو انت عايز يعني. الجيتار حطيته قدامي دلوقتي. اول حاجه هبتدي افك الاوتار. اول حاجه ان انا اعملها عشان افك الاوتار ارخيها شويه. اول حاجه هرخي الاوتار شويه، هرخي الاوتار شويه. بالمكنة بتاعتي ديت هبتدي ان انا افك الاوتار لحد ما الاقي ان انا اقدر اسلك الوتر بره من هنا، افك اللي بعده. تمام، انا فكيت الاوتار كلها دلوقتي وهي موجوده عندي الاوتار اهي. في ناس بعتت لي بتقول لي ما تفكش الاوتار كلها، اصل لو فكيت الجيتار كلها او الرقبه هتقوص وهتعمل الكلام ده. الكلام ده يا جماعه مش صحيح، احنا بنفك اوتار الجيتار كلها عشان ننظف الرقبه بتاعت الجيتار زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بالجزء اللي احنا شايفينه في قعر العلبه اللي انا بدخل فيها المفاتيح عشان افكها، هتلاقي فيه تجويف كده. التجويف دوت انا بستعمله عشان تدخله تحت من رقبه البيج ديت، بيسموه بيج او الوتد الخشب او الوتد البلاستيك. فهتلاقي اوتاد للجيتار الاكوستيك كده علشان تشيل الوتر جواها وتخزنه، وانت تدخل زي ما انت شايف الوتر بيدخل بس كده ويدخل عليه الوتد يحوش الوتر بالكوره الزرقاء بتاعته دي. فانا هفك الاوتاد بتاعه الجيتار دي واحطها بالترتيب. فانا فكيت اول وتر، ادخل تاني وبالراحه قوي واشد الوتد، طلع الوتر، حاسب لا تكسر البلاستيك بتاع الوتد ده، واخد بالك؟ فانت لازم دايما تكون رفيق شويه عشان ما تجرحش كمان الخشب بتاع البريدج. طبعا خلاص فكيت الاوتار، بلمها كلها واحاول ان الاجزاء الحاده فيها تكون مخفيه شويه. تمام، بقى عندنا الجيتار اهو جاهز علشان انضفه، انضف المسطره بتاعته، وعلشان انضف كمان الجسم كده اديله تلميعه حلوه كده بفوطه يعني. فاول حاجه هستعملها تكون حته قماش
ما فيهاش اي اتربه. حاول تكون القماشه اللي انت بتستعملها ما يكونش فيها اي اتربه علشان ما تجرحش سطح الجيتار. هنضف سطح الجيتار كله. خلي بالك في مايك تحت بتاع البيضه دي، لان الجيتار بتاعي مجهز بمايكات، ففي مايك، فما تحاولش انك انت تشيل دي او توقعها، خلي بالك منها. انا عندي اساسا حته بلاستيك كده او نوع من المطاط بيغطي فتحه الصوت دي عشان لما تستعمل الجيتار في حفله، فانا هحاول ان انا اخليها موجوده عشان تحمي لي الداخل بتاع الجيتار. انا دلوقتي نظفت الجيتار من هنا، هنضفه من الظهر بتاعه برضو كمان. اهو شايف انت اللون النحاسي اللي تحت دوت، ده بسبب ان في مايكروفون تحت البريدج هنا موجود. تمام كده نظفت البريدج بتاعي تمام، ونضفت الجيتار بتاعي تمام. تمام كده انا جاهز دلوقتي عشان اعالج المسطرة بتاعتي بتاعت الجيتار. طيب اعالج المسطرة بقى بتاعتي بتاعت الجيتار ازاي؟ لازم الاول احمي جسم الجيتار من الزيت اللي انا هستعمله دوت. فانا اخترعت اختراع كده بسيط، طبعا مش انا اللي مخترعه، يعني حد شفته يعني من حد عامله. شنطة السوبر ماركت اللي انت بتنزل تشتري فيها الاكل والخضار وبتاع، فصلتها بحيث انها تيجي على رقبة الجيتار ده. ليه؟ لان انا مش عايز الخشب بتاعي يتأثر وانا بعمل المعالجة بتاعة الفريتس دي. ركبتها على وش الجيتار وبحاجة اسمها ماسكين تيب، اللي هو نوع من الشرايط الورقية اللي لاصقة بس بتلزق، مش لزق جامد يعني. حاول استعمل الماسكين تيب دوت في ان انا اقفل عليه. يعني نوعا ما ده هيحافظ لي على الجسم بتاع الجيتار وانا بعامل المسطره بتاعتي. هاجي على الفوطه اللي انا بستعملها دي، افتح اللي هو الاويل دوت، قبل ما افتحه هتلاقي طبعا عليه غطا جاي من المصنع عشان السائل ما يتدلقش اثناء النقل. بركب الغطا وهاجي على الف صباعين بحته الفوطه ديت واغرق الفوطه ديت بالاويل دوت، واتاكد ان الاويل دوت مغرق الفوطه من الحته دي، وابتدي على الفينجر بورد بتاعتي احرك حركات دائريه. حرك حركات دائريه، اجي على الفريتس بتاعتي وانضف على الفريتس بحركات دائريه، بحيث ان الخشب كله، هتلاقي الخشب كله لونه اتغير زي ما انت شايف كده. حاول تخلي بالك من الاركان جنب الفريتس لان بيتجمع فيها تراب كتير وبيتجمد مع العرق بتاعك ومع ظروف الجو والرطوبة.
بعد ما بعمل المعالجة دي بسيب الرقبة حوالي 5 دقايق تقريبا. ليه؟ لان انا مش عايز امسح الزيت اللي فوق الرقبة ده دلوقتي، انا عايز الخشب يمتصه. لازم تسيبه شوية كده لغاية ما يدخل فيه مسام الخشب والخشب يمتص اللي يقدر عليه عشان يعالج السطح بتاعه، يخليه سطح رنان ويخليه كمان ما يمتصش رطوبة من الجو وبتاع. فمعالجة الخشب دي اساسية، فخليه 5 دقايق لغاية ما انت تتأكد ان خلاص الخشب خد كفايته من الزيت بتاعنا دوت. ونبتدي بعد كده ننظف الفواضل اللي فضلت من الزيت حوالين الجيتار ونلمعه شوية، وبعد كده نبدأ نركب الأوتار.